الدورة هذه هي الدورة العالمية للتنس بالقيروان اللي نظمها نادي التنس بالقيروان بإشراف الجامعة التونسية للتنس على رأسها السيدة سلمى المولهي وإشراف الجامعة الدولية للتنس لمشاركة العديد من الدول 30 دولة منهم معنا لاعبين من أمريكا من سويسرا من ألمانيا من إيطاليا من إنجلترا ودول العربية كيفها قطر دول إفريقية كيفها الكونغو وبرشا دول. هو الحاجة الباهية اللي الدورة هذه تثبت اللي ثم كي نعملوا إرادة في الجهة نجم تنجح. نشكر السلطة الجهوية على الإعانة في التنظيم الأمن اللي أمن المقابلات هذه واللي أمن التنقل تاع اللاعبين من النزل من خارج النزل إلى النزل إلى النادي وأهم حاجة زادة كيف المندوبية الجهوية ودار الشباب اللي ساعدونا في التنظيم والتأطير كيف ما تشوفوا بتاع الفراستركتور هذه. هو أحسن حاجة احنا تو نادي تنس كبر وبدأ يكبر بإذن الله ماذا بينا هو التحسين والزيادة في الفراستركتور باش يخولنا باش نعملوا خاطر عملناه ولعبنا الدورة هذه عملناها في سوسة السنة زدنا ترنا واحد ما يخولنا كان باش نعملوا لتيف 5 نتمنى أن نحسنوا أكثر أنه نكبروا شوية في الملعب. مستوى اللاعبين تو اللاعب الأول اللي شارك في التابلو فينال هو ربح سي عمر الحمزاوي وما زلنا نشوفوا أنه تكون النتائج تكون خير. عندنا 3 لاعبين ذكور وفتاة. اليوم أول نهار إن شاء الله معناتها هذايا اليوم الأول معناتها لبداية التظاهر الرياضية هذايا حضور ممتاز برشا عندنا 36 دولة مشاركة وعندنا أكثر من 136 لاعب ولاعبة بين تونس وأجانب عندنا أكثر من 30 دولة مشاركة وعندنا 36 لاعب ولاعبة ديزيترونجي. الحقيقة النيفو متاع اللاعبين التونس متاعنا الحقيقة معناتها مشرف برشا حضورنا كان كبير معناتها أكثر من 100 لاعب تونسي وتونسية معناتها احنا نشكروا برشا فيدراسيون تونسيان تاع التنس انه وفرت لي تورنوا هذوما لي تورنوا معناتها جي 30 نقطة دونك الملاعبيتنا قاعدين يلموا في النقاط نتاعهم التنس التونسي قاعد يقدم ان شاء الله فاسون باهية ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله بالتوفيق للتنس التونسي. وي بيان سور لاول مرة وقت نتحدثوا دورة معناتها عالمية دونك هي سيت اون بروميير الحقيقة وهنا نحبوا نشكروا نادي التنس بالقيروان اللي هو كان مساهم في جلب هذه التظاهرة هنا القروان بحكم كونا توا ولاو نحكيو على سان كور دو تنس في دار شباب شرعفات ومن ونجموا معناتها نجموا نقبلوا مثل هذه الدورات العالميه دونك مشكوره زاده الجامعه التونسيه للتنس اللي ساهمت في هذا في الاعداد والبرمجه ان شاء الله اليوم الانطلاق وان شاء الله الطقس يكون ملائم تعرفوا معناتها التنس هي لعبه دونك في الفضاء الخارجي والله نقول لك الحقيقه التنظيم كل كان على كاهل الحقيقه النادي يعطيهم الصحه لهنا وفي شخصي محمد ليوان معناتها اللي هما الحقيقه نظموا عملوا نحن ساهمنا معاهم لوجستيا في حكايه المعاينه الميدانيه للملاعب هاني قلت لك انا الكرياسيون تاع اون سانكيام كور دو تنس هي اللي خلات كوننا نجموا نحتضنوا ان تورنوا انترناسيونال كوره الحقيقه النادي الاقامه في نزل من نزل القيروان دونك نحن كمندوبيه مش نعاونوهم بتدخل في ديبلاسمون من نزل لهنا كيف بالتوازي مع السلطه الجهويه مثل في شخص السيد الوالي كيف زاد هما اللي التزموا باش زاد يوفروا حافله بعد انس هي لي جيغي قلت لهم ماذا بينا وكان استدعيتوها وانا والله ما زلت شاده صحيح اما باغامو هي مضروبه وتو في ايطاليا الحقيقه كنت تحدثت مع المدير الفني وكل وقلت لهم ماذا بينا تجي خاطر سي تون جيغي وهي تمثل التنس سورتو التنس النسائي فاتت حتى التنس النسائي هي فاتت حتى الرجال معناتها تسمى هي معناتها أيقونة التنس العربي والدولي. Okay, my name is Sixto Golova. We just coming from BTA Tennis Academy from Barcelona. We have here on my right we have Banu Çelebi from Turkey. On my left we have Rachel Bond from Ireland. And on my left too is like Paula Savaleta from Lithuania. We just like great to be here like that to be playing this tournament. Unless he is going all the day. The bracket for them, like we just like the more higher is like Paula now, and he like on the last tournament he went to the quarterfinals from the qualies. He's making good results. He played on the last one, and Rachel lost on the second one. So we just trying just to get more points. Let's see that this week is going to be. They're going to play today exactly. I don't know what time they're playing. Thank you very much. All right. Okay. Thank you. Shukran. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة